أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد الجواد، يا غريب يا مسموم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لذ اندهتك الدواهي عيشك نكد، لذ اندهتك الدواهي والدهر عيشك نكد، بباب الحوائج موسى وبالجواد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. نور مجلسكم المبارك هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن في محضر إمامنا الجواد صاحب الذكرى نستذكر مصابا جللا، شاب في 25 من عمره، إمام لهذه الأمة تغتاله يد الطغيان. قبل أن نعرج على شيء من ملابسات مقتله واستشهاده على أيدي الطغاة، وقبل أن نعرج على بعض من مزايا وكمالات الإمام، لا بد من مقدمة. الطغاة وهم يسلكون طريقهم إلى مناصبهم وعروشهم وكراسيهم، فإنهم عادة ما يزيحون من يقف أمامهم كائنا من يكون. مثلا أحد الطغاة يمتدحه أحد الشعراء، ولا أدري ما وجه المدح، كيف تمتدح إنسانا يعمل على الهجوم على بيت النبي.
صلى الله عليه وآله. حافظ إبراهيم يقول: حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع، وبنت المصطفى فيها، أنا لا أعجب من الطاغية. هذا الطاغية يريد أن يصل إلى العرش مهما كان الثمن ومهما كانت المقدسات مقدسة، حتى وإن كانت فاطمة الزهراء في الدار لا يراعي حرمة، يشغله الكرسي، ولكن تعجب ممن يراها فضيلة. حقيقة هذا البيت الذي أنقذ الناس من الظلمات إلى النور يهجم عليه بهذه الوحشية، على أي حال المثل يضرب. هذا الطاغية وغيره عندما يريد أن يصل إلى العرش وإلى رغباته وإلى ملذاته، فإنه لا تقف أمامه مقدسات. كذلك مثال آخر، عمر بن سعد يقول: أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ هذا سيد الشهداء، أنا أعرف من هو، ولكن يلوح لي ملك الري. ففي سبيل هذه الغاية، هذا الملك، هذا السلطان، يعمل الطغاة على مدى الدهر على أن يزيحوا ويزيلوا كل من يقف أمامهم. وربما تجد من كتابنا من يحلل شخصية الطغاة، يقول: إذا بحثت في شخصياتهم هؤلاء الطغاة بأي مسمى، تجد أن هنالك نقص في شخصيته، لابد أن يكون هنالك نقص. وسيمر علينا خلال هذه الكلمة كيف أن المعتصم عمل على إزالة الإمام الجواد، هذا المدرسة العلمية الهائلة التي لا تدانى بحال، لأنه كان أميا. المعتصم كان أميا، لا يقرأ ولا يكتب، كان يذهب إلى الكتاب مع أحد أصحابه من عمره، كان غلام. هذا الغلام مات، فسأل أبوه، قال له: وين صاحبك هذا؟ كنت تذهبون سويا إلى الكتاب؟ قال: يا أبتي، مات واستراح من الكتاب، والكتاب استراح منه. قال: هذا قولك في الكتاب؟ بس التصحيح ربما مني، ربما الحديث ليس عن الكتاب وإنما عن الكتاب. قال: استراح من الكتاب والكتاب استراح منه. قال: أهذا قولك في الكتاب؟ هذه المدرسة أنت رايح لها تتمنى الموت ولا توصلها، وقال بالبيت، وبقي في بيته لا يقرأ ولا يكتب. وكان الناس يعلمون أن المعتصم لا يقرأ ولا يكتب، فهذه عقدة النقص. الجاهل يحسد العالم، فلذلك بعض علماء الاجتماع، علماء التربية، عندما يعودون ليحللوا شخصية هؤلاء الطغاة يجدون أن هنالك مرض نفسي كالحسد والضغينة والحقد. أضف إلى ذلك الهدف الذي ذكرناه أنه يسعى إليه فيزيل أي حجر عثرة في طريقه. هنا عندما بدأت حياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الجواد، وهذا في العام 95 بعد 100 للهجرة، عندما حانت ولادة الخيزران أم الإمام الجواد عليه السلام، استدعى الإمام الرضا أخته حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وعليها رضوان الله، قال: يا حكيمة، ادخلي مع الخيزران لتلي منها ما تلي النساء من النساء.
وإذا وضعت مولودها فأحضريه إليه، أخبريني وما هي إلا سويعات. الإمام الرضا يدعو، بلغ 47 عاما ولا ولد له، وما هي إلا سويعات لتخرج حكيمة وهي تحمل أبا جعفر، مكنى بأبي جعفر والملقب بالجواد والمسمى باسم النبي الخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ازدانت الأرض بإمامنا الجواد، وفرح أبوه الإمام الرضا به فرحا كبيرا، وهو يقول: هذا هو المولود الذي ليس لشيعتنا بركة أكثر من هذا المولود. مضمون كلمته، تقول الرواية أنه بقي يناغيه حتى الصباح، ثم أشار مرارا وتكرارا طيلة عمره التي عاشها معه، كان الإمام الرضا يشير إلى إمامة أبي جعفر عليه السلام. حتى في إحدى المرات كان عمر الإمام 3 سنوات، فسأل الإمام الرضا أحد أصحابه، قال: يا ابن رسول الله، إن كان كون فإلى من؟ فقال: إلى ولدي أبي جعفر. كان دائما يكنيه، لا يسميه باسمه: ولدي أبو جعفر. قال: إني أستصغر سنه. فقال: إن الله سبحانه وتعالى قد آتى يحيى الحكم والنبوة والكتاب وهو أصغر من أبي جعفر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل عيسى نبيا وهو ابن أيام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لم تستكثرون هذا عليه؟ لذا عندما كبر الإمام وبلغ ربما 5 سنوات، في يوم من الأيام مر الخليفة العباسي المأمون مع جيشه وحشمه وخدمه وحاشيته، وكان الإمام مع صبية، هرب الصبية وبقي الإمام. فاقترب منه المأمون، قال: ما لك لا تفر كما فر الصبية؟ قال: يا أمير، ليس الطريق بالضيق فأوسعه لك، ولم أقترب جرما أخافك عليه، ولحسن الظن بك أنك لا تعاقب من لم يسيء. فأعجبه كلامه. بعد أن دس العباسيون السم لإمامنا الرضا عليه السلام، انتقلت إمامة هذه الأمة إلى إمامنا الجواد في سن صغيرة، ربما 5 سنوات أو 7، وبعض الروايات 9 سنوات. على العموم هو سن صغير. فعمل المأمون على إشخاص الإمام أبي جعفر إليه لعدة أسباب. كان يكره الإمام على أن يحضر مجلس الخليفة العباسي للمأمون. أراد أول الأمر المأمون أن يقول أن نظرية الإمامية بإمامة إمامهم وهو صغير السن هذه نظرية باطلة، فلذا طلب من يحيى بن أكثم آنذاك وهو الفقيه في زمنه، قال له: هيئ من الأسئلة ما يحرج الإمام، ما يحرج أبا جعفر. قال: لا عليك، أنا أهيئ له أصعب الأسئلة. ربما أصعب الأسئلة شنو؟ طفل صغير تسأله عن الحج مثلا، ما مكلف بها، ما يعرفها،
لم يتسن له العمر أن يدرس هذه المسائل الفقهية. تسأله عن التيمم والوضوء ربما يعرفه، لكن تسأله عن مسائل الحج قال لا عليك أنا أسأله. فلما جلس الإمام أبو جعفر في مجلس المأمون أخذته الهيبة، يحيى بن أكثم أخذته الهيبة من الإمام، فأوعز إليه المأمون قال سله. فقال أتأذن لي يا ابن رسول الله أن أسألك؟ قال سل ما بذلك. قال يا ابن رسول الله ما حكم من قتل صيدا؟ سكت الإمام، فتهللت أسارير المأمون بأنه قد أفحم. إمام الإمامية لا يعرف الجواب، فقال له لم لا تجيب يا أبا جعفر؟ قال أنتظر أن يكمل السؤال. قال هذا سؤالي يحيى بن أكثم. قال هذا سؤالي، محرم قتل صيدا ما حكمه؟ قال أقتله عامدا أم جاهلا؟ قتله ليلا أو نهارا؟ في حج واجب أو حج مستحب؟ هذا الصيد مما يحل أكله أو لا يحل أكله؟ إلى غير ذلك من الأسئلة، فصل لكي أجيبه. قال وهل يختلف يعني هذه تفصيلات؟ قال بلى. وبدأ الإمام ربما أذكر 3 صفحات يفصل الإجابة تفصيلا أذهل الجميع، انبهر الجميع بعلم الإمام. وألقم يحيى بن أكثم وخليفته حجرا أمام عظمة الإمام وعلم الإمام. هنا استبدل المأمون خطته بعد أن كانت النية أن يحجم الإمام، يصغر ويقلل من شأنه، الآن أصبحت النية لا. قال يا أبا جعفر زوجك ابنتي فامدد يديك واخطب. فشعر الإمام أن الخطة قد تغيرت وأن المأمون سيستعمل نفس الأسلوب القديم مع الإمام الرضا مع أبيه، يقربه لا بأس بذلك حقنا لدماء الشيعة. قال قبلت. فخطب ابنة المأمون وعقد قرانه عليها. أولا، السبب الأول الذي يذكره المتخصصون لكي يتنصل العباسيون من اتهامهم بدم الإمام الرضا، هذه واحدة. الأمر الثاني لكي لا يقول قائل أن العباسيين جبهة مقابل جبهة أهل البيت، لا، نحن لا توجد لدينا مشكلة معهم. ألا ترون أن الرضا عليه السلام أصبح وليا للعهد؟ ألا ترون أنه قد تصاهر؟ لا توجد مشكلة. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث لكي يضع عيون من داخل بيت الإمام عليه، لذا وضع أم الفضل لتخبره بتحركات الإمام وتحركات المقربين من شيعته. أكره الإمام على أن يشخص في الأسبوع الواحد عدة مرات إلى قصر الخليفة، وأغدقت عليه الأموال. وأنت تعلم لماذا أغدقت عليه الأموال؟ لكي يقولوا يا شيعة أبي جعفر أيها الإمامية، لما تفضلون أئمتكم على الخلفاء؟ هؤلاء الخلفاء بعيدون عن الزهد، ولد يلبسون أفخر الثياب ويركبون أفخر المركب وخير فرس، وهؤلاء أئمتكم أيضا. فكان الإمام يرتدي أفخر الثياب ولديه حاشية وبين يديه تقاد النجائب، ويذهب إلى قصر الخليفة.
وفعلا انطلت على بعض الإمامية هذه الخدعة. كان حسين المكاري يقول أنا أنظر إلى الإمام وهو في طريقه إلى القصر العباسي، قلت والله الإمام أخذته الدنيا، شوف الثياب، شوف وين هو عن سيرة عليين، أين هو عن مدينة الرسول صلى الله عليه وآله موطنه، تناساها. يقول أنا أحدث نفسي، الدنيا قد أخذت الإمام. يقول فاقترب أبو جعفر عليه السلام منه، قال يا حسين إن ملح الجريش وخبز الشعير في مدينة جدي أحب إلي مما تراني فيه، ترى أنا ما تغيرني الدنيا، أنا لا تغيرني الدنيا هذه المظاهر اللي يشوفها، هذا خبز، قرصة خبز، خبز شعير وملح الجريش أحب إلي مما تراني فيه. لكن الإمام بعيد النظر، فكان ذهابه إلى قصر الخليفة العباسي ليحقن دماء الشيعة. وأخبرتك أن في نفوس العباسيين غايات عديدة، ما كانت مجالس علم. أنا أسألك بالله، إنسان أمي، هذا المعتصم إنسان أمي، أين هو من مجالس العلم والعلماء؟ هذه المجالس إنما كانت غاياتها، واحدة من غاياتها أن تقول لماذا تعتقدون أن العلم فقط في هذا البيت، في بيت النبوة؟ لا، نحن أيضا لدينا علماء، فعندما تدور هذه النقاشات العلمية لكي يقول الخليفة أنا أيضا لا تعتقدوا أني إنسان أمي، نعم أنا لا أقرأ ولا أكتب ولكني أفهم العلم وأنا متفقه، وهؤلاء العلماء جالسون حولي ومجالس العلم عامرة، لذا فإن العباسيون حاولوا خداع الأمة بأنهم يهتمون بالعلم والعلماء، والعلم والعلماء منهم وراء. أضف إلى ذلك فإن هذه المجالس التي كانت في ذات الوقت ظاهرها العلم والعلماء، ولكنها في حقيقة الأمر تحاول أن تجد ولو ثغرة في علم الإمام، ولكنها لا تجد. في يوم من الأيام جيء بسارق، هذا السارق حكم بقطع اليد، ولكن الاختلاف وين؟ في مجلس المعتصم، وكان يجلس علماء الأمة من المخالفين، وكان يجلس إمامنا صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه، فاختلفوا من أين تقطع يد السارق. هنالك من قال تقطع من المرفق، فسألهم المعتصم ما دليلكم؟ قالوا دليلنا آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذه اليد المرفق إلى الأصابع، هذه هي اليد. أبو داود السجستاني وغيره قالوا لا، أبو داود السجستاني قال هي من الرسل، فسئل ما الدليل؟ قال آية التيمم، إذا قمتم إلى الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من هذه يد. والإمام أبو جعفر ساكت. قال المعتصم ما قولك يا أبا جعفر يا ابن رسول الله؟ قال قد قال القول. قال لا بد من أن تدلي بدلوك، قل. قال إن كان لا بد
فإن اليد تقطع من الأصابع. استغرب الحاضرون: ما دليلك يا ابن رسول الله؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المساجد سبع. المساجد سبعة: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين الإبهامين. هذه مساجد، عبر عنها النبي أنها مساجد. والقرآن الكريم يقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه ما عندك صلاحية عليها، إذا قطعتها من الرسل كيف يصلي؟ فأخذ المعتصم برأي من؟ برأي الإمام الجواد. هنا بدأ الحسد يغلي في قلب أبي داود السجستاني. بعد أن انفض المجلس رجع أبو داود السجستاني وهو يتميز غيظا إلى المعتصم. قال: مولاي يا أمير المؤمنين. قال: ليش رجعت؟ قال: إن لك علي النصيحة، إنك تجمعنا وتسألنا عن رأينا في مسألة، زين، ونخبرك برأينا، فتترك رأينا أمام الناس، تترك رأينا وتأخذ برأي فتى يقول شطر هذه الأمة بإمامته. ألا تخشى على كرسيك؟ أنت تأخذ رأينا ونحن لا نبخل به. هسه رأي صحيح خطأ، لكن نحن علماء الأمة، وجهاء الأمة، نقول رأينا أمام الناس، لا تأخذ برأينا وتأخذ رأي رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته. أطرق المعتصم، قال: اذهب اذهب. بدأت هذه الفكرة تدور في رأس المعتصم: ما الذي أفعله؟ أنا قربته ليكون تحت الأنظار، وها أنا ذا أمام الناس أعلي من شأنه، وها هي القاعدة الجماهيرية الضخمة تتسع وتزداد اتساعا يوم في يوم، يوما بعد آخر. ما الذي أصنعه؟ كهذه دودة القز، ألف الحرير على نفسي. فلم يجد بدا وحلا إلا أن يصفي الإمام جسديا. بمن استعان؟ استعان كما تقول الروايات بأم الفضل، وطلب منها أن تدس السم للإمام حسدا من عنده، وحقدا عليه، وخوفا على عرشه وكرسيه. أوعز إليها فقبلت اللعينة، وكان الجو صيفا والإمام صائما، وكان الجو شديد الحرارة. حان وقت الإفطار، فقدمت اللعينة له طعام الإفطار، ودست لإمامنا السم. فلما أحس الإمام بالسم يسري في بدنه وهو يمزق أحشائه، قال: أيتها اللعينة، قد قتلتيني، ابتلاك الله بداء لا شفاء له. وفعلا أصيبت بداء في موضع منها لا يشفى. لم تكتفي اللعينة بهذا، بل إنها أقفلت الباب على الإمام وخرجت. أحس الإمام بالاختناق والضيق، ضاق عليه الدار، فصعد إلى السطح، وإذا به يسقط على وجهه، يغشى عليه مرة ويفيق أخرى. بعد ذلك استقبل القبلة، مدد يديه ورجليه. لما حانت منيته، عرق جبينه وسكن أنينه،
مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه. أي رحم الله من نادى سيدا وجوادا ومظلوما. قضى الجواد فواله في على الدين. خذوا حدادكم يا آل ياسين. أهل البيت يعزون في هذا المصاب الجلل. خذوا حدادكم يا آل ياسين. ما الخبر؟ فإن مولى الورى قد قام نادبه. فإن مولى الورى أبا جعفر قد قام نادبه يقول: من ليتيم؟ نحن أيتامكم سادتي. أو لمسكيني والجود أصبح منبودا بحفرته. وويلا بعد والشرع أصبح منه فاقد العين. يا عين صحي عليه أدمعا ودما بكل لؤلؤ أضحى فيك مكنوني. قومي على جدث، قومي مولاتي يا زهراء، قومي على جدث قد حل فيه تقان، وأهرقي كل دمع فيك مكنوني. والله غاله الطاغي وقطعت شبده سمومه، وعلى اليريد تساعده ذيج المشيومه، نازح الدار بعيد غريب امامنا. والله نازح الدار بعيد عن عزوته وقومه، وقلبه من فراق الأهل والسم مجروح. يا بقية الله، يا غيرة الله، مهجتي زهرة وحشاها من غير عل السم تجرع من عداها. قوضوا بنت الطاغية نالت منايا ومحد حضر له والقلب بطلعة روح. والله لحداي أنا المحد وصل بالنوح. لسان حال الموالي في هذا اليوم. والله أنا المحد وصلب النوح. لحداي لأبو جعفر أنا بهاليوم. لحداي يريد مننا من وصات. والله مولاي يا باب الحوائج إلى الله، هذه حاجتنا.
والله أريد مننا من وسط لحداي لحداي هاي توصل قبر لا يضغط والله توصل قبر لا يضغط علي يا ناعيا إن جئت طيبا مقبلا عرج على يا مكسورة الضلع معولة وحدث بما يا لاقى الجواد مفصلا أفاطم لي وخلت الحسين مجدلا لأهملت دمع العين بالوجنات يا الله يا الله يا محمود بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين وبحق إمامنا الجواد يا محمد ابن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سويا يا وجيها عند بحق إمامنا الجواد وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته سيما من أوصانا بالدعاء اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلمائنا العاملين وشهدائنا الأبرار وموتى الحاضرين ووالديهم ووالدينا نهدي ثواب المجلس والفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.